عايزين نعرف من سعادتك ماذا عن استراتيجية صناعة الحديد في مصر على القطاعين العام والخاص؟ اولا بنشكر القناة دعوتنا الكريمة بتاعكم اليوم. عفوا يا فندم اتفضل. واحنا زي اي مواطن مصري واي مستثمر مصري بنحاول ان احنا ندعم الصناعة المصرية. تمام. واحنا في الحقيقة كنا من اول الناس اللي دعوا في صناعة تشكيل المعادن تشكيل الحديد. لكن زي ما سعادتك عارف ان الصناعه هي قاطره الاقتصاد، الصناعه قاطره اي اقتصاد في العالم. ده اكيد. وفي الحقيقه كان من سنه من الستينات كان في خطه خمسيه من الستينات سنه 65 لانشاء 5000 مصنع في مصر، وكانت في الحقيقه الصناعه هي اللي قومت الاقتصاد المصري في ذلك الوقت وساعدت في حرب الاستنزاف وساعدت في حاجات كتير جدا. لكن في الحقيقه جينا 30-40 سنه اللي فاتت حصل تدهور واضح في صناعه الحديد في مصر وكل الصناعات في مصر نتيجه بعض السياسات اللي غير موفقه. ولكن في الوقت الحالي انت شايف ان في ايضا يعني في نهوض بالصناعه المصريه ولا؟ حقيقه في نهوض في كل الصناعات وكل القطاعات، واحنا من الناس المصنعين يعني ان الحمد لله بنفتخر ان احنا نقول متميزين، لان عندنا حجم تصديري متميز جدا للاتحاد الاوروبي. عندنا صناعه نصدر للاتحاد الاوروبي، المانيا، بلجيكا، هولندا، فرنسا.